السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمير أرنام الألف الألياء. النهاردة إن شاء الله الفيديو دوت هيكون عبارة عن الملخص للقناة بالكامل. الفيديو ده مهم جدا، اللي عاوز يفهم مشروع التسمين كملخص في فيديو واحد، المشروع بالكامل في فيديو واحد باختصار ملخص. فيديو النهاردة يكون ملخص على مشروع التسمين، حصرناه في حوالي 16 نقطة. أنا سجلتها طبعا كلها في الورقة هنا قدامي اهي عشان خاطر ما ننساش نقطة، وعشان تيجي كلها بترتيب مظبوط. محصورة كلها في 16 نقطة، من أول ما بتفكر في المشروع لحد ما تبيع. قسمناها لثلاث مراحل، المرحلة الأولى قبل الشراء، والمرحلة الثانية عند الشراء، والمرحلة الأخيرة بعد الشراء. أول حاجة لما بتيجي تشتري الأغنام، قبل ما تشتري الغنم، المرحلة الأولى قبل الشراء. أول حاجة النوع، عاوز تعرف النوع اللي أنت هتدخله. النوع اللي أنت هتدخله على حسب المكان اللي أنت هتبيع فيه. المكان اللي أنت هتبيع فيه النوع اللي ماشي فيه هو اللي أنت هتدخله. ما تدورش على نوع معدل تحويله عالي، توامية عالية و و و وفي الأخير تطلع منه وتنتج منه وتسمن منه تيجي تبيع ما تعرفش تبيع. فأول حاجة النوع على حسب المنطقة اللي أنت هتبيع فيها. رقم اتنين العدد. العدد لو ما فيش خبرة يبقى ما تزودش عن 10 أو 15 خروف تكتسب فيهم الخبرة من ناحية الشراء، من ناحية الرعاية، من ناحية الأدوية، من ناحية البيع. يبقى من 10 أو 15 خروف لو ما فيش خبرة ما تزودش عن كده. طب الوزن اللي بندخله، الوزن المثالي لدورة التسمين من 20 ل 25 كيلو. يقل عن كده، يقل لو في خبرة. ما انصحش لو ما فيش خبرة تجيب غنم أقل من 20 كيلو. لو ما فيش خبرة ما انصحش. ممكن تدخل غنم اوزان 10 و11 كيلو، ممكن، وانا عملتها بنفسي، دخلت اوزان 11 و12 و13 و15 كيلو، وكانت غنم ممتازه ما شاء الله وطلعت حلها فوق الممتاز. بس ما انصحكش طالما ما فيش خبره خليك ما تجيبش حاجه اقل من 20، من 20 ل 25. ده الوزن المثالي لدوره التسمين. ممكن تزود على 25، ممكن، راجع لخبرتك بعد كده في الشراء وخبرتك في السوق. مده الدوره رقم 4، مدة الدورة، طول الدورة كام شهر. الدورة التسمين بتنقسم لاثنين، في دورة سريعة وفي دورة بطيئة، هنعرفها في نقطة تانية ايه الفرق بين السريعة وبين البطيئة. الدورة السريعة من 3 ل 6 شهور، الدورة البطيئة ممكن توصل لسنة. رقم 5، وقت الدورة، امتى هتشتري، امتى هنروح نشتري الغنم. طبعا امتى تروح تشتري الغنم ده متوقف على خبرتك في التربية، خبرتك، معلش آسف، وقت الدورة متوقف على خبرتك في البيع، خبرتك في البيع. في خبرة في البيع عندك زبون طول السنة، تدخل في أي وقت في السنة مفيش أي مشكلة. مفيش خبرة يبقى خليك في دورة رمضان والعيد. رمضان والعيد، عيد الأضحى، بيحصل فيه طلب جامد على الغنم، فخليك في الدورتين دول أفضل لحد ما تكتسب الخبرة وتدخل في أي وقت في السنة. رقم 6 المساحة، الخروف محتاج مساحة قد إيه؟ الخروف محتاج مساحة من 1.5 إلى 2 متر. طبعا تقل عن 1.5، تقل عن 1.5، بس متوقع راجع هيترتب عليه ايه؟ هيترتب عليه شغل كتير في النظافة. النظافة هيحتاج شغل كتير في النظافة، بدل ما بتنظف مثلا كل شهر او كل شهرين، لا ممكن تنظف كل اسبوع، كل اسبوعين، كل 10 ايام، على حسب الكثافة عندك في المكان قد ايه. كل ما كانت الغنم مزدحمة في المكان هتحتاج تنظيف دوري باستمرار. ممكن تزود عن 2 متر، ممكن تزود عن 2 متر وتخلي المساحه كبيره لكل خروف، بالتالي ما تنضفش غير مره واحده في نهايه الدوره وخلاص. ده كده الا طبعا لو كانت اديت مساحه كبيره زياده عن اللزوم. كل ما توسع في المساحه كل ما توفر معاك في النظافه. رقم 7 المعالف، الخروف بيحتاج قد ايه، اللي هو المكان اللي بتحط فيه العلف، بيحتاج مساحه قد ايه، مسافه قد ايه، بنتكلم عنها بوحده الطول. طبعا المعلف بتاعك لو ملاصق للحيط، يعني الغنم بتاكل من جهه واحده، الخروف هتعمل حسابك الخروف بياخد مساحه 25 سنتي على المعلف، يعني في المتر بيقف 4 خرفان، المتر المعلف لكل متر لكل 4 خرفان. طيب لو المعلف بتاعي محطوط في النص، يعني الغنم بتاكل من ناحيتين، يكون للمتر 8 خرفان، الثمان خرفان ليهم 1 متر. طبعا لما بتدخل الغنم بتكون غنم صغيره، ما بتاخدش المساحه دي خالص، يعني بدل ما المتر بيشيل 8 ده، الكلام ده على اقصى مساحه هياخدها، اقصى مسافه هياخدها من الطوال، يعني لما يكون كبير قبل البيع. اما اول ما بيدخل لا، المتر من اتجاه واحد ممكن يكفي 7-8 خرفان، المتر من اتجاه واحد يكفي 7-8 خرفان.
طبعا انت لما بتجيب الغنم ما بتحطش العلف في الطوالة بالكامل، يعني انت لو حسبت المعلف بتاعك محتاج 10 متر مثلا، لما بتدخل ما بتحتاجش اكتر من 5 متر بالكتير خالص، مع كل ما بيكبر كل ما بيحتاج مساحة اكبر، مسافة اكبر، من طول اكبر من المعالف يعني. رقم 8 كمية العلف اليومية. كمية العلف اليومية هنا راجعة قلنا لمدة الدورة، هنا بقى نرجع لمدة الدورة. كمية العلفة واقفة على الدورة اللي انت تشتغلها، سريعة ولا بطيء. لو بتشتغل سريع 3% الخروف بياكل 3% من وزنه علف مركز في اليوم، بيتقسم على وجبتين، نصها الصبح ونصها بالليل، وبعد وجبة العلف بياكل اي مادة ملقى عندك متوفرة. طيب لو تسمين بطيء، تسمين بطيء ممكن تستكفي بواحد في المية، تستكفي بواحد في المية اخر النهار، حفاظا على صحة الخروف لما تبدأ تعلف، عشان انت بتحتاج الاول يرمي شاسيه يكبر حجم معاك، فبتدي 1% علف فقط لغير، وباقي ايه؟ مش باقي هيفضل صايم، لا، 1% علف مركز والباقي بيرعى او بياكل اي مواد ملقى متوفرة عندك، سواء عرش سوداني سواء دريس، طبعا الدريس يكون افضلهم رقم واحد، سواء عرش سوداني سواء تبن فاصوليا سواء بيرعى خضرة في كل مكان سواء برسيم، مفيش اي مشكلة، اي مادة ملقى بتعتمد على اعتماد كبير على المادة الملقى. طبعا قبل المبيع بشهرين او بتلاتة بتبدأ تدخله على العلفة 3% اللي هي 3% من وزني يعني. ده كده يعتبر رقم 8 اللي هي كمية العلف. رقم 9 نوع العلف. نوع العلف طبعا ارجع لفيديو يعني العلف هستخدم علف ايه، ارجع لفيديو كيف تستطيع تكوين علف تسميل اغنام بأعلى نسبة بروتين واقل سعر ممكن، عشان تعرف تعمل العلف بتاعتك بنفسك، لان في اعلاف كتير وبدائل كتير. رقم 10 نسبة البروتين في العلف. نسبة البروتين في العلف كمتوسط في دورة التسمين من 15 إلى 18% كمتوسط، ممكن تقل عن 15 ممكن تقل، طبعا بنقوله في التسمين السريع من 15 إلى 18 ممكن تزيد عن 18 ممكن تقل. امتى تزيد عن 18؟ لو الغنم اللي انا مدخلها زي ما قلت لك اقل من 20 كيلو، يعني 11 كيلو 12 كيلو 13 كيلو، الغنم دي بتكون مفطومه بدري، ما شبعتش لبن، محتاجه بروتين عالي، محتاجه اضافات كويسه على العلف، فبالتالي ممكن توصل نسبه البروتين في العلف للاغنام الصغيره دي ل 25%، بتبقى لاول شهر فقط لا غير، بحيث الخروف يعوض نقص اللبن اللي ما تحصلش عليه وهو صغير. اما لو انت مدخل غنم كويسه شبعنا لبن من 20 ل 25 بتستكفي ب 18% بروتين اول نص الدوره، وبعد كده تبدا تخفض واحده واحده لغايه ما تنزل ل 15% عند البيع، او تثبت ال 18% بالكامل مفيش اي مشكله، تثبت على 18 او 17 برضك مفيش منها اي مشكله. كده خلصنا نسبه البروتين، كده يبقى اصبحت العشر كده العشر نقاط دولة اللي هما قبل الشراء. في نقطتين عند الشراء، اول ما تيجي تشتري، اول ما تيجي تشتري وانت بتشتري الغنم، وانت بتشتري الغنم هنوقف شوية عشان بتاع الانابيب دي دلوقتي كده المواصفات عند الشراء، وانت بتشتري لازم تعرف مواصفات خروف التسمين، لازم وانت بتشتري لازم تعرف مواصفات خروف التسمين، دي النقطة رقم 18 رقم قصدي 11، لازم تعرف مواصفات خروف التسمين، عشان تعرف مواصفات خروف التسمين ارجع للقناة فيديو مواصفات خروف التسمين، فيديو عملي بيوريك مواصفات الكاملة لخروف التسمين. رقم 12 لو هتنقل الغنم برضك عند الشراء، لو هتنقل الغنم من مكان بعيد في الصيف الجامد في عز الحر في شهور الحر الجامد او في شهور البرد الجامد، يعني في شهور الحر 6 و7 و8 مثلا وشهور الشتاء 12 1 و2، لو بتنقل فيهم غنم من مكان بعيد حاول تحقن الغنم من قبل ما تنقلها من مكان الشراء، من المكان اللي هتشتري فيه حاول تحقن الغنم اي مضاد حيوي لحمى النقل. هنا في مصر في دواء اسمه تلموجكت ممكن تحقنه كويس لحمى النقل، طبعا تلموجكت سام للمعيز للغنم فقط، للخرفان، للماعز لا يستخدم في الماعز. فلو في عندك ممكن تحقن فلوريكول، فلور فينيكول عند النقل برضك كويس في حمى النقل. نروح للبيطرية وتقول عاوز اي دواء لحمى النقل، ده يفضل في الشهور دي شهور البرد الشديد والحر الشديد وهتنقل من مكان بعيد. طبعا لو ما حقنتش ممكن عادي والغنم توصل سنة، بس ده نقطة احتياطية بس مش اكتر. كده خلصنا عند الشراء. بعد الشراء رقم 13 استقبال الغنم، استقبال الاغنام.
طبعا في انا عامل فيديو مخصوص استبال الاغنام لان في كلام كتير واهم نقطه تركز فيها اللكمه في الاغنام. راجع الفيديو كويس مظبوط النقطه دي، حط تحتيها 1000 خط استقبال الاغنام وركز على اللكمه ازاي نتلاشى اللكمه. هنوقف بتاع بس يعدي ده. زي ما قلت لك راجع فيديو استقبال الاغنام وركز وحط تحتيها 1000000 خط موضوع اللكمه عشان تتلاشى اللكمه. طبعا لكمه شديده ملهاش علاج، الموت على طول. فراجع الفيديو عشان ما تطولش الفيديو بتاعنا النهارده، راجع فيديو استقبال الاغنام. رقم 14 الايفوماك. حق الايفوماك، الايفوماك السوبر، والله مش عارف انا ده جاي تحت البيت ويقف ويخبط. قلنا النقطة رقم 14 حقن الايفوماك. ايه فايدة الايفوماك؟ فايدة الايفوماك بتخلص من اي ديدان في الكبد، في الكرش، في الكبد وفي الكرش، في الرئة، جرب الجلد، نغف الانف، كل دي الطفيلات، جميع الطفيلات بتخلص منها. تضمن ان العلف بتاعك داخل رايح في تكوين اللحم مش رايح في الزبالة. طبعا امتى بتحقن الايفوماك؟ بتحقن الايفوماك بعد وصول الغنم، الغنم توصل تستريح مظبوطة تمام صحتها تمام. بتحقن بعد 5 ايام او اسبوع على حسب ما الغنم تستريح وتتعود على المكان، من 5 ايام لاسبوع. بحقن اول ما توصل الغنم، قلنا واستريحت 5 ايام او اسبوع، بنحقن بنحقن الاغنام ايفوماك سوبر. وبعد ابرة الايفوماك السوبر بندي شربة للديدان برضه. بعد ابرة الايفوماك باسبوع، بعد الشربة باسبوعين بتعيد واحدة منهم، تعيد اما الايفوماك السوبر او الشربه المتوفر عندك بتعيده. بس حاول ما تجيبش شربه بندازول لديدان الكرش بس، لا هات شربه تشتغل نفس مفعول الايفوماك السوبر زي الليفا فلوك، زي الترايميك. ده بالنسبه لمصر الاسامي التجاريه بتاعتي. رقم 15 طبعا بعد ما تنتهي فتره الاستقبال هتراقب، هيبقى معليك غير بتحط الاكل والميه وتتابع الغنم، تراقبها كويس وتتابعها. الغنم ما بتاكلش، الغنم اي خروف عنده حراره، اي خروف فيه مشكله بتعالجه اول باول، مش تسيب الغنم كده خلاص. لازم تقعد مع الغنم وانت بتاكلها نص ساعه ساعه، تراقب الغنم كويس، تراقب حركتها كويس، تعرف فين التعبان فين السليم، صحتهم كلهم تمام. واهم متابعه المتابعه الوزنيه. لو غنمك شويه 10 خرفان او 15 خروف او 20 خروف، المتابعه الوزنيه مهمه مهمه جدا. المفروض انك بترقب الغنم اول ما بتجيبها، في استطاعه ترقمها، في مفيش استطاعه مفيش مشكله، بتعلم الغنم وبتسجل وزن كل خروف وبتعمل له متابعه كل 10 ايام او 15 يوم. المتابعه دي مهمه عشان تعرف العلف بتاعك كويس وتعرف الغنم بتاعتك كويسه، ما يبقاش وقت بيعدي عليك على الفاضي وهدر علف على الفاضي. تعرف تلحق نفسك من او في الاول من البدايه على طول، لو لقيت معدل التحويل ضعيف تعرف تدور في العلف بتاعك في مشكله، الغنم فيها مشكله، تعالج الغنم او تصلح العلف بحيث ما يضيعش منك الوقت على الفاضي. لو الاغنام كبيره كميات ضخمه طبعا مش هينفع توزنها بالكامل، انما بتختار مجموعه عشوائيه بتسجل ارقامها اذا كانت مترقمه، بتعملها علامات اذا ما كانتش مترقمه، وبتعرف بتسجل وزن كل واحد، وبتختار لك مثلا 10 منهم بتعمل لهم متابعه وزنيه كل اسبوع كل 10 ايام بحيث تعرف ان مسار الغنم بتاعك ان شاء الله ماشي كويس. النقطة الأخيرة وهي طبعا أهم نقطة، مش أهم نقطة، هي أهم نقطة في نجاح المشروع مش أهم نقطة أنا أقولها لك، وهي البيع. البيع طبعا دي زي ما قلنا اي مشروع في الدنيا متوقف على المبيعات، التسويق بتاعه بيتوقف عليه جزء كبير جدا جدا جدا. يعني ممكن تكون مصانع عندها استطاعه تنتج اي سلعه تنتج منها بالملايين، بس ما عندهاش سوق يغطي الانتاج ده، فبالتالي ما بتقدرش تنتج. فلازم بتغطي سوقك، بتغطي بتعمل انتاجك على قد السوق بتاعك. يعني ما انصحكش ما عندكش سوق زي ما قلت لك من الاول، داخل عدد كبير، داخل عدد كبير وما عندكش سوق، يعني تقدر تنتج وتسمن وتكبر وكل حاجه بس تيجي تبيع مش هتعرف تبيع، يبقى ما عندكش سوق ما انصحكش تنتج كميات كبيره تيجي محتاس فيها اول ما تيجي تبيع ما تعرفش تبيع. نصيحه ابدا على قدك، الخبره ما بتجيش بالكلام. ناس كتير بتقول ادينا نصيحه للبيع نعمل ايه عشان ما نضحكش علينا. تعمل ايه؟ ان انت ما تدخلش عدد كبير تحتاس في البيع بتاعه، يدخل عليك العيد وانت ما انتش عارف تبيعه، ما بعتش حاجه، هيدخل عليك التاجر. الخروف لو يسوى في مصر 3000، التاجر عاوز ياخده منك ب 2500 2400 2300 كمان لو لقيك غشمان خالص.
فعاوز ياخد مكسبك بالكامل في الدورة طالما عارف ان انت مش عارف تبيع. فما توصلش التاجر للمرحلة دي، خلي غنمك واحدة واحدة كميات قليلة تعرف من خلالها وتتكلم فلان وده وده وده، انا عندي غنم، اللي عاوز اي غنم موجودة عندي غنم، بحيث تعمل لك سوق اثناء التربية. تكلم الناس اللي حواليك، صحابك، معارفك، انا عندي غنم، اللي عاوز اي خروف، اللي عاوز يحجز للعيد، بحيث الناس كلها تعرف ان عندك غنم، لما تيجي تبيع تخلص بدري احسن ما تخلص متاخر. وفي النهاية طبعا ما تنساش لو عجب الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.